خبراء قطريون يتوافدون على المنطقة التي تسيطر عليها ميليشيات بوليساريو الانفصالية في الصحراء المغربية لممارسة هواياتهم المفضلة المتمثلة في صيد طائر الحبارة. خبر لا يمكن أن يمر مرور الكرام في ظل حالة التلون السياسي الذي تمارسه الدوحة منذ سنوات. قطر التي أعلنت سابقاً احترام المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، تعليقاً على قطع المغرب علاقته مع إيران نتيجة دعمها لجبهة البوليساريو، تناقض تلك التصريحات على أرض الواقع، ولعل رحلة الصيد الأخيرة كاشفة لما تحاول الدوحة إخفاؤه. زيارات الأمراء القطريين للمنطقة التي تسيطر عليها الجبهة الانفصالية توقفت طيلة العامين الماضيين بعد تلقيهم أوامر قطرية عليا بمنع هذه الزيارات التي تشوش على العلاقات الجيدة بين المغرب وقطر، ما يثير تساؤلاً مهماً: ما الذي تغير الآن؟ الحقيقة أن وصول الأمراء القطريين إلى تلك المنطقة لممارسة صيد الحبارة قد تم بالتنسيق بين المسؤولين القطريين ومسؤولي بوليساريو، ما يؤكد وجود اتصالات بين المسؤولين القطريين والمسؤولين في الجبهة في إطار سعي قطري دؤوب لتطبيع العلاقات مع الجبهة الانفصالية. لم تكن تلك الواقعة الأولى، فالذراع الإعلامية المفضلة لقطر قناة الجزيرة وصفت سابقاً الزعيم الجديد لجبهة البوليساريو بالقائد السياسي الصحراوي، من دون وجود رأي معارض لهذا التوجه ودون أي التزام بحد أدنى من المهنية أو الضمير. الجزيرة لعبت كذلك دوراً لافتاً في حشد التعاطف في محطات كثيرة مع جبهة البوليساريو، فمثلت القناة القطرية الناطقة الرسمية للجبهة الانفصالية في محاولة لتبييض وجه الأخيرة أمام العالم حتى تتمكن البوليساريو من جمع المؤيدين لها، وهو ما أسهم في تفاقم الأزمة بين الحكومة المغربية والجبهة. يبدو أن رحلة الصيد بمثابة تمهيد لما هو أكبر من ذلك، بل هي خطوة نحو تطبيع كامل مع الجبهة الانفصالية على حساب الشعب المغربي الشقيق، لتستمر الدوحة في ممارسة هواياتها المفضلة في بث الفتن ودعم الحركات الانفصالية والإرهابية في جميع ربوع المنطقة العربية شرقها كان أو غربها. عينك على العالم.